تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة، أكدت وزارة الإسكان استمرارها في تسليم مفاتيح مشروع توبلي على المواطنين المستحقين، لتواصل جهودها في تسليم مفاتيح الوحدات على دفعات حتى أن تنتهي من توزيع كافة وحدات المشروع وشققه السكنية. وأكدت الوزارة على أن قسم إدارة الممتلكات الإسكانية قد كثف استعداداته للبدء في تسليم مفاتيح وحدات مشروع توبلي، مؤكدة على أن الوزارة تسعى إلى تكثيف وتيرة العمل في مختلف المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ من خلال التخطيط المدروس والطموح حتى تتمكن من تسليمها لمستحقيها بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بشأن تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية من خلال دفع عجلة المشاريع في مختلف المحافظات ومدن البحرين الجديدة. وأن مشروع توبلي يعد أحد أبرز المشاريع التي ستسهم في تقليص قوائم الانتظار. أشكر ولي العهد وزير الإسكان، أشكر الجميع، الحمد لله رب العالمين. أشكر جلالة الملك وولي العهد أني حصلت بيت وأنا مرتاح الحمد لله.